مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. طبتم وطابت أوقاتكم جميعا في هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية على أرضية هذا الميدان. سابع أشواطنا تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا السابع والخاص بانطلاقة وتحديات الزمول هنا المحليات الأصائل بشعارات هنا أبناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نسير إلى الصدارة، نسير إلى عماش على الصدارة وعلى المركز الأول. مسري بسالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثاني رحال الحمدان بن حمد بالضعي بن ردير لقتبي، وعلى المركز الثالث خلدون لسعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي من يقدم على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع ياتي برزان سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي، ومن الجانب الآخر المتسلل بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل هنا في هذه اللحظات، ويأتينا هنا مشوش العلي بن سالم بن حمد لقتبي منطلقا على المركز الخامس وسادس مراكزنا. مغرور علي بن مبارك بن محمد بن سباع لقتبي ياتي بهذه الانطلاقة هنا على سادس المراكز. والمركز السابع، المركز السابع مرموق احمد بن راشد المحرمي لقتبي من يتابعه هنا ابو حمداني بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل هنا والتحديات المتميزة. المركز الثامن، المركز الثامن سراب علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا، وهناك المنطلق من حاش السليم بن حمد بن سالم بن سليم لقتبي ياتينا بانطلاقته تاسعا. وعلى المركز العاشر الظبي العلي بن راشد بالضبيعة لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وعماش المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع أبو حمد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني مراكزنا هنا ياتينا بهذه الانطلاقة خلدون المنطلق لراشد بن سعيد بن السهيل بالدليوي لقتبي يقدمه على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك رحال حمدان بن حمر بالضعي بن غدير لقتبي، ووصل مرموق، مرموق يتسلل من مركز إلى مركز هنا أيضا بهذه الانطلاقة مع حمدان بن أحمد بن راشد المحرمي لقتبي من يتابعه على المركز الرابع. هناك من الجانب الآخر هنا بهذه الانطلاقة المهيبة نزعته هناك مشوش، وهو المهيب لسليم لسهيل بن سليم بن حربي العامري من يأتي بهذه الانطلاقة. وصل هنا مغرور، وصل مغرور هنا بشعار بن زعل العلي بن مبارك بن محمد بن سباع لقتبي من يقدم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. وصول من منحاش سليم بن حمد بن سليم لقتبي أيضا قادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. هنا ياتينا برزان هنا مع ابو مرخان بانطلاقه سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي من يقدم هذه الانطلاقه ثامنا. المركز التاسع، المركز التاسع والقادم سراب علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا، وهناك الظبي علي بن راشد بن ضبيعة لقتبي ياتينا هنا بهذه الانطلاقه على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، نهى على حضاراتكم. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة من قبل مرموق، من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط حمدان بن أحمد بن راشد المحرمي لقتبي من يقدم
ما على الصدارة على المقدمة. هناك ياتينا خلدون لراشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي لجتبي على المركز الثاني، هل الهباب على الصدارة على المقدمة هنا بانطلاقة وتحدي ثنائي مميز جميل. القادم على ثالث المراكز رحال، رحال القادم هنا بانطلاقتي وتحدياته هنا لحمدان بن حمد بن ضعي بن غدير الكتبي. وصل الظبي، وصل الظبي هنا العلي بن راشد بن ضبيعة الكتبي، السجل المميز الجميل أيضا يأتي بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي المميز هنا متسللا من مركز إلى مركزنا من التاسع إلى المركز الثالث في هذه اللحظات مع الكيلو متر الأخير مشوش. وصل العلي بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي من يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع عفوا والمركز الخامس هنا من حاش سريم بن حمد بن سالم سريم لقتبي. ولكن هناك الصدارة المقدمة والمركز الأول خلدون من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي لقتبي. والظبي القادم، الظبي قادم 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 علي بن راشد بن ضبيعة لقتبي ومشوش هنا أيضا مشوش قادم بهذه الانطلاقة علي بن سالم بن حمد بن سليم لقتبي. يا سلام ثلاثية جميلة هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا بين خلدون والظبي ومشوش. الله ثلاثية ولكن أهل المدام يتسللون إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع مشوش من يتسلل على الصدارة على المقدمة كما عودهم دائما وابدا هنا بالإنجازات وبالتحديات. وهنا إذا مشوش تهانينا العلي بن سالم بن حمد بن سري بن كتبي على هذا الفوز المميز الجميل لمشوش ولحظة وصوله إلى خط النهاية. سلام للمدام، سلام على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل خلدون راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي، المركز الثالث الظبي علي بن راشد بن ضبيعة لقتبي، ومرموق الرابع عن الحمدان بن أحمد بن راشد المحرمي لقتبي. ويأتينا من حاش سليم بن حمد بن سالم بن سليم لقتبي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. لنا عودة أهلينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا أيضا هذا التحدي الجميل اللي هنا مشوش 12 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس العلي هنا بن سالم بن حمد بن سريم لقتبي بينما المركز الثاني أتانا هناك وانطلاقتي وتحديات هنا أيضا انطلاقتي خلدون راهد بن سعيد بن سهيل بن دلوي لقتبي بثمان دقائق هنا ايضا 15 ثانيه جزئين من الثانيه. اما المركز الثالث فكان الظبي العلي بن راشد بن ضبيعه الكتبي من سجل هذا الانطلاق والتحدي قاطعا المسافه في زمن وقدره هنا 8 دقائق 16 ثانيه وثلاثه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز.